البارح بدينا الحديث على أمراض القلب والشرايين مع الدكتور بن عطية الأندلسي، اختصاصي في أمراض القلب والشرايين مدينة الرباط. ومعنا الآن على خط البرنامج وموضوعنا الرابط لهذا الركن سيدتي وسادتي هو ارتفاع الضغط الدموي، واحد من الأمراض اللي مزمنة وكتغير حياة الإنسان، ومعها كيخصو بزاف ديال الترتيبات باش يعيش في ظروف آمنة. دكتور الأندلسي أهلا وسهلا بك على أمواج الإذاعة. أهلا وسهلا، كنشكرك على هذا البرنامج وكان يحب بالمشاركين فيه والمستمعين والمستمعات. بارك الله فيك سي الأندلسي، وشكرا أنك معنا باش نعطيو إيضاحات على اليوم ارتفاع الضغط الدموي. شنو هو بعد هذا المرض هذا؟ شنو منين كيجي؟ كيفاش كيجي؟ تفضل. الارتفاع ديال الضغط الدموي هو واحد المرض اللي كيبان عند واحد الشريحه كبيره ديال الناس. الاصل ديالو فيما يتعلق بكيفاش كيجي، كاين ما فيش عامل واحد هو اللي كيعطي ارتفاع الضغط، هو عوامل مختلفه اللي كتؤدي في اخر المطاف لارتفاع الضغط في شرايين ديال الذات. العامل كاين عامل اساسي، عامل وراثي، وكاين عامل سن، وكاين عامل محيطي، بحيث ان المحيط ديال الانسان فيما يتعلق بالعادات التغذيه ديالو والعادات ديال التصرف ديالو اليومي، كيفاش كيعيش حياته، ايضا كيعيش حياته وتصرف، معنا واش من الناس اللي كيتحركوا، ولا من الناس اللي عندهم ميول للراحه والكسل شي شويه، ولا كذلك من ناحيه ديال الاكل، واش الاكل ديالو صحي او لا، واش فيه بزاف ديال الملحه ولا فيه بزاف ديال الدهنيات الى اخره. لان القاسم المشترك ديال ارتفاع الضغط الدموي في الحالات الكبيره ديالو، زعما في النسبه الكبيره ديالو، ماشي من التصلب ديال العروق، لان العروق تيفقدوا داك الليونه ديالو، ما تيبقاوش ليينين، تيبقاو قاصحين، بحيث انه مني القلب كيضخ الدم في قلب العروق باش يصرفوا الدم على انحاء الذات، كيوجد واحد العروق مصلبين بحيث تيديروا مقاومه، وهذيك المقاومه هي اللي كينتج عليها ارتفاع ديال الضغط. نعم جميل، اذا احنا فهمنا دابا شنو هو المرض وكيفاش كيجي. ايضا السمنه ياك دكتور بن عطية الأندلسي مؤثره هنايا كذلك بالعوامل كثيره. احنا غادي نجبدوهم واحد بواحد. كاين القضيه ديال السن، هي معروفة بأن كل ما الإنسان عاش أيام تعدى واحد الأيام في الحياة ديالو، لا سيما بعد الأربعينيات، إلا وكاين هذه سنة الحياة، كيوقع واحد التصلب في العروق ديال الإنسان، العروق ديال الإنسان حتى هما كيتبلعوا وكيرجعوا مصلبين، كيقصحوا، كيضيعوا، كتضيع منهم داك الليونة ديالو، كيف جميع أعضاء ديال الدم، هذه الأولانية. كاين العامل الوراثي، العامل الوراثي بحيث ان كاينين عائلات اللي كيكونوا الضغط اكثر من عائلات اخرين، وبالحق ملي تيكون هذا العامل الوراثي تيلعب دور في الظهور المبكر ديال الضغط. نعم، بحيث ان بنحسبوا المثل، اذا كان انسان عادي وما عندوش وراثه ديال وراثه عائليه ديال ارتفاع الضغط، لا كانت عنده الانسان عادي، لا كان ما كانش عنده وراثه، كتبان نقولوا في المثل الضغط ترتفع في الستينيات ولا السبعينيات. الانسان اللي عنده عامل وراثي كتبان في الخمسينيات. ويمكن تقبل دكتور، يمكن تكون حتى في الاربعينيات، اظن يمكن تكون حتى في الاربعينيات، لان الانسان لا زاد على العامل الوراثي، العامل السن والعامل الوراثي، وزاد معاهم السمنه، وزاد معاهم واحد العادات ديال التغذيه فيهم الملحه بزاف، وزاد معاهم عدم ممارسه النشاط الرياضي الى اخره، لابد غادي، ولا زاد معاهم التدخين بطبيعه الحال. اكيد، وبعض الامراض الاخرى ايضا مؤثره في انها تعطينا ارتفاع الضغط دكتور. كاين امراض
الوغ لان يمكننا نقسموا ارتفاع الضغط لجوج انواع تنعيطوا له ارتفاع الضغط البريمير اللي تيكون عند جميع الناس اللي ما عندوش واحد السبب وكاين ارتفاع الضغط الثانوي اللي ما يجي من واحد الامراض الغالبيه ديالهم تتكون امراض ديال الغدد الغدد الباطنيه اما ديال لا سيغينال ولا ديال الكورتيزون ديال هذيك اللي كتعطي لك لا كورتيزون للذات ديالنا الى اخره ولا تكون بعض شي امراض من الناحيه ديال العروق حتى هما كيمكن يعطي ارتفاع الضغط ولا تكون امراض اللي بالشكل ديالها كتاثر على العروق وكتصلبهم وكتطلع طونسيون نعم كيف ما كان الحال اللي غادي ناكدوا عليه نعم اللي غادي ناكدوا عليه واللي مثبوت مثبوت اليوم علميا وهو ان الانسان بالنسبه لارتفاع الضغط مريض خبيث بواحد الشرط لا ما داواش الانسان لان غير الانسان كيداوي الضغط ديالو كيستطع بالادويه اللي عندنا واللي عنده نجاحه كبيره واليوم ضعيف العدم بحيث انه يمكننا نقولوا بان بالادويه اللي كنملكوا اليوم سيطرنا على الارتفاع يمكننا نسيطروا كيف ما كان الحال على الارتفاع اللي غادي نقول للمستمعين هو ان المشكل كل ما ارتفاع الضغط مرض خبيث كل ما هو ملي كنحصلوا على التعديل ديالو بحيث انه كنرجعوا عادي كيرجع الانسان في بأمن 100% نعم يعني خصو رياضه دواء لا مثلا كي كنقولوا بالدارجه ديالنا يد وحده ما كتكفش يعني بحيث انه ما يمكنش الانسان يمشي ويبقى ياخذ الدواء ويقول غير الدواء بوحده راه كافي ما يمكنش خص الدواء وخص الاحتياطات بحيث وهاد الاحتياطات الطبيب المعالج ملي كيمشي عنده الانسان اول حاجه اللي تيقول له هاد الدواء اللي تاخذه بالحق خصك مع هادي اما تقطع الملحه في الوضع واما نقص من الملحه اخصك نقص من الوزن ديالك اخصك تبدل العاده ما تبقاش تكني اخصك من الناحيه ديال هاد الرياضه اخصك تمارسها في هذا الشكل الى اخره بالحق انا قلت لك المساله الاساسيه ديال نلحوا عليها لان المشكل ديال الضغط تندوزو من الشمس للظل بحيث انه الانسان لا ما داواش كيعرض لراسو لاخبث المشاكل بينما لا الدواء تيدخل راسو في المأمن تيرجع مأمن 100% وهذه خصنا نلحوا عليها كثير لان وهذه مساله مضبوطه ومثبوته بحيث ان الدواء ديال لاتونسيون الدواء اللي غير الانسان يعدل لاتونسيون ديالو تيدخل المأمن نعم بالفعل طيب نعطي بعض النصائح وغدا ان شاء الله الا سمحتي غادي نتكلموا على الاثار ديال هذا الليبرتونسيون او ارتفاع الضغط الدموي على الصحه يعني شنو الاخطار اللي ممكن يعني يتعرض لها الانسان في حاله ما داواش ولكن الان نعطيو بعض النصائح اللي تكون امنه للناس قبل ما نودعوك دكتور بن عطيه الاندلسي النصائح اللي غادي نعطيو للناس اولا الانسان اللي يكون عنده الضغط خصو ولا بد يتبع بصفه متواصله عند الطبيب اللي غادي ينصحو وفوق ما قال له داك الطبيب اجي يجي عنده يشوفو هذه الاولانيه ثانيا في القضيه ديال تناول الدواء ما عمر الانسان خصو يقطع الدواء ديالو ما عدا للطبيب ديالو قال له يعني ولا بدلو بدون استشاره طبيه هذا هو خطا مزيان اللي جبتي هذه النقطه خطا كيديروا بزاف تاع الناس كيمشيو عند يعني الطبيب للاسف وكيقطعوا الدواء يعني كيقول له عطيت تريتمون ديال 3 شهور سالا هو بالنسبه ليه راه الدواء وهذا خطا لا الدواء ديال التونسيون ما عمره كيتقطع ما عدا المعالج قال له نقطعوا ولا نبدلوه هذه مسألة أساسية ومع هذا الشيء احترام ذاك الاحتياطات اللي كيأكدها الطبيب المعالج لأن من قبل بما أن كان الإمكانات الدوائية اللي كانت بين يدنا كانت ضعيفة كنا ندخلوا المريض ديال الضغط واحد الحرمان ديال الملحه 100% الى اخره اليوم الشكل تغير بما ان قصدنا خلاص
عندنا في الحوزه ديالنا ادويه ناجئه، عندها واحد النجاعه مثبوته كيمكننا، ما بقيناش ذاك الصرامه الكبيره. كاينين الناس اللي كنسمحوا لهم ياخذوا الشهاده ديال المدحه باش كنضمنوا لهم واحد الشكل ديال الرفاهيه في الحياه، ما كنحرموهمش من ذاك الرفاهيه ديال. ولكن الحرمان قد يكون على مستويات اخرى، بحال مثلا القهوه واتاي مثلا. بطبيعه الحال هي القهوه، هي القهوه واتاي تيلعبوا دور غير مباشر، بحيث ان الانسان لا القهوه اتاي ما تقطعهمش على مدينة الضغط، غير هي معروف بان الانسان ملي كيتوتر الضغط ديالو كيرتفع، ولكن لكن في المبدا مرتفع وذاك الانسان دخل في التوتر تيرتفع اكثر وتيمكن يعرضوا لواحد المشاكل. يعني الواحد ياخذهم بطريقه طبيعيه مثلا، القياس ما يفوتش القياس المعدل تماما تماما في هذا الشكل هذا. الوغ حنا كنحفزوا المرضى ديالنا باش هاد المنشطات اللي تيمكن يدخلهم عرفتي بس واحد فواحد الغليان فيما يتعلق بالعنصر العصبي، نقول لهم من الاحسن نقصوا منهم ولا بعدوا عليهم. فوالا. نعم جميل. دكتور بن عطيه الاندلسي شكرا جزيلا على هذه الايضاحات. اذا غدا نهضروا مزيان على الاخطار المحتمله وايضا نقطة اخرى في هذا الموضوع هذا. مرحبا لنا. شكرا جزيلا، شرفتينا، والى اللقاء دكتور بن عطيه اختصاصي في امراض القلب والشرايين مدينه الرباط. فرصه اخرى دائما على امواج الاذاعه الوطنيه في الرباط.